السلام عليكم شيخنا. شيخنا هذا كتابك حاليا دا يدرس اي لك الله خير. بالجامعة، جامعة بغداد بغداد؟ اي نعم، دا يدرس ما شاء الله حاليا. بالقانون؟ نعم في القانون. ما شاء الله. الأحوال الشخصية هذا تعديلاته. إلى الآن. إلى الآن ما شاء الله. ذكر ذكر أيام. أستاذي كل طبعا. يا الله هذا من أجر مو أجر. شلون؟ مهم إذا قطع أشهر في الحديث. لا نحن أو عيب نشرة. نحن نكتب وقدموا آثارهم. الله الله يا رب إن شاء الله خير إن شاء الله. هذا الملوية نفس الدرع هذا. أنا طبعاً أدري بقدام أنت كل ما نجي كل مرة تسألنا عن الأشياء هذه. فالحمد لله أنا حتى بوقتها يعني. قلت إن شاء الله كل ما نروح نرجع نجيب مشي على الأقل يذكرنا بالتراث ما عنده. الله 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 الله. عجبا ذاك الصلاة تعشقه وإلى تعصي ما فيه تحن. وهذا شيخ ما. هذا خير ما فيه. وهذه مال بابل بعد نفس الشيء. مال مسلة مال حمرابي. قانون أول ما خلق الله الأرحم. هذا شيخنا شوفها. الله 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 بسم الله ما شاء الله. أيه. الله يفتح عليك. شو الجمال هذا؟ حلوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا الله هاي بداية الخلق. بداية الخلق. سبحان الله. الأرحم أول بلد خلقه الله. ها؟ سبحان الله. إن شاء الله يا أبو يدخل لنا جميعا. لكل عراقي جزاك الله خير يا اخي. جزاك الله خير وجزاك شيخنا. ان شاء الله رب العالمين يكرمك بالجنه بانواع الحوريات وانواع القصور وانواع الاكرام. نجي نتغدى عندك ان شاء الله. ان شاء الله على محمد. ان شاء الله شيخنا. ان شاء الله بارك الله. ان كرم الله يوم القيامه واسع. وما سر العقل لا حين الراس ولا ذن السبع. اللهم لك الحمد والشكر. حبيبي اشكر حبيبي الشيخ اللي جعلنا من امه محمد. اي والله الحمد